فإنه الطلاق بلفظ غير الطلاق. في البادية كثيرا ما يقال علي الحرام لتفعلن تجلس. الطلاق على قسمين، صريح وهذا يقع، هذا يقع، وكناية وهذا لا يقع إلا بالنية، بنية الطلاق، مثل اذهبي احتجبي الحقي بأهلك إلى غير هذا، يسمونها الكنايات. هذه إذا كان معها نية طلاق صار طلاقا، وإلا فإنه لا يكون طلاقا. وأما لفظ الطلاق الصريح فهذا لا يحتاج إلى نية، إذا صدر من عاقل فإنه يقع. نعم. فإن قال لأحد يزن بالغداء علي الحرام أن تتغدى عندي، هذا يمين، ولو نوى الطلاق هذا يمين، هذا من باب اليمين. وإذا نوى به الطلاق صار طلاقا، على التفصيل في ذلك، هل نيته الإلزام فقط أو نيته إيقاع الطلاق، لابد من هذا، وهو لم يبين. نعم.